لو سمحت يا كابتن. ايوه يا باشا. اديني واحد فول واتنين طعميه. ماشي. انت بتعمل كده ليه يا عم؟ بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بعمل ايه ها؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ في الهيم يا استاذ عادل، الراجل ده عمال يرقص لي حواجبه وبيلعب لي عينيه، عصبني قوي. انا بلعب عينيا وبرقص حواجبي؟ طب فين؟ شاور على الحته اللي بتلعب كده. يا استاذ بعد اذنك يا استاذ، اتفضل اتفضل حضرتك، اتفضل استريح. خير؟ اتفضل استريح. خير حضرتك؟ ايه في ايه؟ في انتوا عايزين مني ايه؟ حضرتك مش عايزين منك حاجة، بس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا الناس النهاردة كلها بقت تعبانة على الآخر يعني. بس أنا مش تعبان. لا واضح حضرتك إنك أنت مش تعبان، بس إزاي يعني مش تعبان؟ يعني هي دي حاجة طبعا بإيد ربنا، بس يعني واضح إنك تعبان يعني. انتوا عايزين توهموني؟ أه أنا داخل مطعم ولا داخل مستشفى حواجبي وبقي؟ أنا زي الفل. سلام. حضرتك طيب مش هتاخد السندوتشات بتاعتك؟ لعلمك السندوتشات بتاعتنا بتخفف على طول. تخفف على طول؟ اه، على اساس ان انا عيان يعني. اه عيان حضرتك؟ عيان عيان انا؟ عيان. الحق يا استاذ عادل، الراجل عملنا له سندوتشات وما خدهاش، مين اللي هيحاسب عليها دلوقتي؟ يعني انتوا كنتوا عملتوا يا كابتن يا استاذ؟ انت اللي هتحاسب على السندوتشات. يا انت بتعمل كده ليه يا استاذ دولا؟ انا خايف. ياض بعمل ايه ياض؟ انا بعمل ايه؟ ما انا زي الفل اهو. ايه ده يا استاذ دولا؟ انت بتعمل كده ليه؟ انا خايف. انا خايف ياض، ما انا زي الفل اهو. يا مالك؟ لا 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 ما تجري. لا لا يا حبيبه. لا لا بص بص بص. لا لا ليه بيعمل كده؟ عنده تيك نرفز ده، ماله عامل كده ليه؟ ليه؟ وفي يا سناء شف رانيا في ايه؟ في ايه رانيا؟ اتفرجوا على ايه؟ فيلم ده؟ فيلم ايه ده؟ ده فيلم يا بيبي رعب يا بيبي. المجرم فيه قطع دماغ ترماي وحطها في شنطه ومشي بيها طول الوقت. ابن اللذينة ده ماشي بيها ازاي يعني؟ مجرم 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 هو؟ يا مامي عادل بيعمل زي المجرم اللي هو كده. انا بعمل زي المجرم؟ انا رانيا؟ انا رانيا بعمل زي المجرم؟ ايه يا جماعه؟ ما تهزروش بقى، طالما انتوا مش قد افلام السسبنس ما تتفرجوش عليها. قوموا بقى. عادل بعمل كده ليه؟ ها ايه بعمل؟ عايز تخوفني؟ عايز تخوفني عادل؟ بعمل ايه بعمل ايه بعمل ايه؟ ما انا زي الفل اهو يا رانيا، زي الفل. ايه مالكوا مالكوا؟ مالنا؟ انت مش شايف نفسك بتعمل ايه يا عادل؟ بعمل ايه؟ انت هتشتغلينا سناء؟ مالك انت كمان؟ يا نهار ابيض، هو انت كمان مش حاسس بتعمل ايه بنفسك؟ حاسس بايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه يا ابني انت بتعمل في وشك كده ليه؟ في حد مضايقك ولا حاجه؟ لا مفيش حد مضايقني، ما انا زي الفل اهو. مالي يا ماما؟ ما انا كويس اهو. لا انت مش زي الفل، انت بتعمل بالظبط زي المجرم ده اللي في فيلم لخمه راس. بص بتعمل كده. بص بص ايه ده؟ منه لله منه لله، هو اللي عمل فيها كده. هو مين ده يا بيبي؟ زبون زبون دخل عليا النهارده ويظهر ان هو عداني ولا ايه؟ يا ماما لا بقى، ده عمل لك عدوات، ما تجيش جنبنا خالص عشان ما تعدينناش. هو ايه اللي عداه ده؟ هو عنده انفلونزا عشان يعديه؟ يا عادل يا عادل، انت الراجل ده لما شفته اتأثرت بيه سايكولوجيا فبهت عليك. بهت عليا ايه وسايكولوجيا ايه؟ انت هتعمليني فاهمه كل حاجه، انت اساسك خايبه مش فاهمه حاجه. يا عادل انا افصل لك، انت ضعيف النفس يعني ضعيف الشخصية، لما بتلاقي ناس حواليك بتتأثر بيهم فبتاخد شكلهم. يا ابني انا دارسة علم نفس، ما تجادلنيش. علم نفس يا امو علم نفس؟ انا ضعيف الشخصية؟ انا سناء ضعيف الشخصية؟ ايوه ضعيف الشخصية. مين اللي كان العيال بيضربوه على فاف الشارع كل يوم؟ انت طبعا اللي كانوا بيضربوكي وانا كنت بنقذك. وبعدين لعلمك انت اساسا مريضة بعلم النفس اللي عندك ده، لكن انا لو دخلت جوه الاوضة نمت شوية وصحيت ابقى زي الفل، ابقى زي الفل. لكن انت لا تفضلي على طول عبيط، انا داخل انام. تصبح على خير. ايه ده اللي حصل له؟ في ايه؟ مش مصدق انه ضعيف الشخصية. ايوه كده ايوه كده يا دولا. ايوه عادل، في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ زي الفل اهو، زي الفل، مفيش اي حاجه. شايفه شايفه اهو، اتغلبت عليها اهو، مفيش اي حاجه الحمد لله. اه والله يا بيبي، لا
لقد استطعت أن تتغلب على الحركة اللا رياضية بتاعتك، أنت جميل كده قوي. اسمها لا رياضية، اسمها لا إدارية يا ماما. طبعا لعلمك أنا من زمان بعرف أتغلب يعني على أي حاجة، لأني لازم أرجع سليم طبعا من صغري يا ماما، من صغري. برافو عليك يا عادل، برافو، أنت استطعت أن تتغلب على نفسك الذاتية الداخلية. طبعا انا عارفه بجد، من وانا صغير على طول بغلب نفسي، بغلب نفسي يعني، حتى وانا ماشي في الشارع كانوا العيال اصحابي في الشارع يقعدوا يقولوا الواد اللي بيغلب نفسه اهو، الواد اللي بيغلب نفسه اهو، العبيط اهو، العبيط اهو، دي انا اللي كنت بقولها عليهم يعني. سعداوي وكوبايه نعناع. حاضر يا سعداوي، كوبايه نعناع على حتك. ازيك يا باشا؟ ايه ده يا سعداوي، مالك يالا؟ مالي يا باشا، ما نزل فل اهو. يا دي انت بترعش يالا. قصدك كده يعني يا استاذ عادل؟ منها لله يا استاذ عادل، الشغلانه اللي تقصر العمر، جابت لي شارع الرعاش وقفت نموي وانا كنت لسه يا دوب بطول. شارع الرعاش ايه يا ابني؟ شارع الرعاش ايه؟ انت اي كلام بتقوله خلاص. يا استاذ عادل انت ما بتعرفش عن شارع الرعاش يا استاذ عادل، انت ما سمعتش عن المناضل يانسون مانديلا والملاكم محمد علي كلاي؟ طب دول ناس مناضلين وناس عظماء، انت مالك ومالهم يعني؟ يعني هو المرض بيفرع يا استاذ عادل بين غني وفقير؟ يا باشا انت مش هتبطل تنظر لي، النظره الدوديه اللي مصر تنظر لي بيها دي يا استاذ عادل. نظرة دودية. يا ابن محمد علي كلاي عشان تبقى فاهم بس، اللي جاله ده جاله نتيجة ان هو كان ملاكم فكان بيتضرب في دماغه طول الوقت. امال ايه؟ محمد علي كلاي يا استاذ عادل اسكت يا استاذ عادل، محمد علي كلاي كان بيتضرب؟ محمد علي كلاي ما كانش بيتضرب يا باشا، محمد علي كلاي هو اللي كان بيضرب، هو اللي كان بيضرب، والناس اللي كان بيضربهم دول هم اللي دعوا عليه لغاية ما كالوا اللي كالوا. كالوا اللي كالوا صح. طب وانت بقى مين اللي دعا عليه؟ اكيد السبائن يا باشا، هو في خيلهم؟ منهم لله، منكم لله، منك لله يا عم، منك لله يا عم التواور. سيبك يا ابني من الكلام ده، انت لو عندك قوه اراده زيي هتتغلب على الحركه العصبيه اللي جات لك دي. يا استاذ عادل انا مستعد يبقى عندي قوه اراده وصبر ابو فصاده، بس اخف اعمل ايه؟ بص يا سيدي، انا عايزك تمشي في القهوه دلوقتي وانت واثق من نفسك، حاسس ان انت صاحب القهوه دي كلها وباصص للناس كلهم باحتقار. ايوه وريني كده، هو ده كده احتقار؟ ده كده قرف يا ابني، كده قرفان من الناس. لا احتقار، ما تبصليش انا. ها أنا... ايه رايك مش احسن؟ تصدق راحت خالص يا استاذ عادل، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا استاذ عادل، وديتها من عندي الحركه، ربنا يبارك لك يا ابني. اسال مجرب يا ابني. صباح الخير. صباح الخير. انت لسه صاحيه دلوقتي؟ انا مصيتك كحلي. لا يا ماما انا صاحيه من بدري جدا ولبست عشان عندي مشوار. هو يعني ايه تتنا مصيتها كحلي؟ يعني يا حبيبتي ايه بتهدس انتي ولا ايه؟ هتقولي للبنت الزغننه دي يعني ايه ناموسه كحلي؟ ايه يا مامي، هي حاجه عيب ولا ايه؟ ولا يعني... عيب ولا حاجه، عادي جدا انك تقولي لحد يعني امك نفسها شكلها ما تعرفش يعني ناموسيه كحلي، بدليل ان هي لحد دلوقتي تقول ناموس كحلي. طب يعني ايه يا عمته ناموسيتها كحلي؟ تعالي. لا ايه ده؟ بونجور. ايه بتلتي في ودني بنتي ليه؟ انا عمتها ومن حقي ان انا وعيها براحتي. انا بالاماره يا رانيا، اخبار جوزك المعدول ايه؟ ايه ده، هو في جوز معدول وجوز معوج؟ يا حبيبتي بس طبعا باباكي معدول مش معوج. نوشري باباها بقى معوج من امبارح. قال بالاماره يا رانيا، وتعدل ولا لسه؟ بقى لو سمحتي انا ما اسمعش حد.